بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض اكسرسايز او بارت نمبر 3 في تشابتر 3. هنكمل اللي كنا بدانا فيه في موضوع الفود، وتعالوا ناخد هي المفروض ان دي اغنيه، المفروض ان الاكتيفيتي دي عباره عن سينج اغنيه و او سونج يعني، ودي اغنيه، والاغنيه دي المفروض ان احنا نغنيها في الكلاس يعني. فانا هقراها لكم ونحاول نسمعها كمان مع بعض، وهي بتتكلم على حاجتين، حاجه اسمها healthy food وحاجه اسمها unhealthy food. كلمه healthy food يعني الاكل الصحي، والكلمه دي لازم نكون عارفينها، والunhealthy food معناها الاكل الغير صحي. تعال نبدا كده مع بعض بكلمات الاغنيه ونعلم عليها مع بعض. اول حاجه بالاغنيه بتقول do you like healthy food, do you like junk food. خلينا نقف مع بعض على كلمه healthy وكلمه junk. كلمه healthy food، كلمه healthy food يعني الاكل الصحي، عكسها كلمه junk food. عكسها كلمه ايه؟ junk food. تعال اسمها تاني، بعد كده بتقول ايه بقى؟ I like chocolate bars, I like apple pie. هنكمل بقى. بنقول ايه بقى؟ healthy food make you strong، بتخليك اقوى. healthy food make you fast، بتخليك ايه؟ اسرع. طب الجانك فود هتعمل فينا ايه بقى؟ الجانك فود هتخلينا ثواني احاول امسح اللي احنا كتبناه ده. نكمل معلش. الجانك فود makes you weak، هتخليك ايه؟ ضعيف. junk food make you big and fat but healthy food help you grow. تعال نكمل. healthy food good for you. طب الجانك فود هيعمل فينا ايه؟ junk food make you soft, junk food make you slow. دي في الدايره دي في الحاجات الهيلثي فود، في ايج البيض صح، الحاجات دي كلها هيلثي فود. في اليوغرت، اليوغرت اللي هي الزبادي، في الناتس اللي هي المكسرات، وبقيه الحاجات دي كلها، والفيجيتابلز كمان بنختصرها بكلمه فيج. فيجيتابلز دي برضو من الحاجات الهيلثي، ايه؟ الهيلثي فود. وبالتالي لازم نكون عارفين الحاجات دي، لان الحاجات دي مهمة جدا انك تعرف يعني ايه healthy food and junk food. عاوزك برضو تكتب على اليوتيوب healthy and junk food، وتلاقي اغاني جميلة جدا برضو في الاكتيفيتي المختلف. حتى لو انت كتبت junk food song على على اليوتيوب هتلاقي اغاني جميلة جدا. يعني اكتب بس healthy food and junk food على اليوتيوب هتلاقي حاجات جميلة، هتلاقيها الاغنيه اللي احنا بنغنيها دي، هي هتلاقيها خلاص، هي على اليوتيوب اسمها healthy food and junk food. ماشي. طيب خلينا نروح للاكتيفيتي ده، وهنا بيقول لي color the healthy food choices with green and unhealthy food with red. يعني اللي بالجرين ده او الحاجه الكويسه الهيلثي بالجرين، والunhealthy بالايه؟ بالريد. ماشي. طيب الاكل ده هي حاطه ابل، اهي تفاحه، وبتاكل وبتشرب جوس وحاجات جميله، ده كده هيلثي اي فود. تعال نشوف اللي جنبها، اللي جنبها ده ماسك برجر وماسك بيبسي
وحاجات ساقعه وفرايد وحاجات كلها بطاطس محمره وحاجات من دي. طبعا ده انا اعتقد ان هو unhealthy، دي حاجات junk food، حاجات ايه مضره. طيب الولد ده بيشرب ووتر وبياكل حاجات فيها vegetables، طبعا ده هيكون healthy food، وهنديله اللون الايه، هنديله اللون الجرين. ماشي. طيب تعال نروح للبنت اللي تحته دي على طول. البنت دي هنا دي حاطه بريد اهي، عيش ووتر وبتاكل حاجات حلوه، دي هنديها ايه، ده هيلثي فود. ده بياكل بيشرب بيبسي وبياكل بيتزا وحاجات كده، طبعا ده جانك فود، هنديله اللون الايه، هنديله اللون الاحمر علشان ده بيضر نفسه. ماشي. ده بيشرب جوس اهو، بياكل حاجات حلوه، ممكن نديله اللون الاخضر برضو، ممكن نديله اللون الاخضر لان هي الصوره مش باينه قوي، بس نديله اللون الاخضر لانه او نديله اللون الاحمر، لا نديله اللون الاخضر لانه بيشرب عصير، العصير ده من الحاجات الهيلثي. مش عارف اجيب اللون الاخضر، مش عاوز يجي. خلاص تعال نروح لاكتيفيتي تاني، او قبل الاكتيفيتي تعالوا نشوف I have learned. I have learned دايما بيكون في ملخص الحاجات اللي احنا اتعلمناها. احنا اتعلمنا ايه؟ احنا اتعلمنا ان the year consist of، لحد دلوقتي consist of four seasons، في four seasons، اربع seasons، winter fall spring and summer. We include this and the vegetables fruits different from summer and winter. يعني في السمر، في السمر دي الحاجات بتاعت السمر، الحاجات اللي على اليمين دي كلها بتاعت السمر، بيكون في الجرابس والمانجو والووتر ميلون وكل الحاجات دي في السمر وفي الوينتر. في الهيلثي فود، الاكل الصحي زي الفيش الايج البينس النات الرايس الفروتس اند فيجيتابلز واليوغرت، والان هيلثي فود الاكل الغير صحي زي الشوكليت بارز والابل باي والشيبس والسولتي فرايز والكوكس. بكده نكون خلصنا مع بعض البارت ده من الشابتر نمبر 3، وفي البارت اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن بارت نمبر 4 من شابتر نمبر 3. الفيديو ده مهم جدا، يا ريت تسمعوه تاني وتحاولوا ان انتوا تركزوا فيه لان هو مليان معلومات مهمه. نتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.